إذا عمركم بين 4 و7 سنين تعرفوا منيح على أهلكم ومواهبهم، لأنه أكيد فيكم تستفيدوا منهم، خاصة إذا اكتشفتوا أنه بيكم مثل البي اللي رح نشوفه بهالفيديو. منقدم لكم الأخوين سترو، أقوى أولاد بالعالم. جوليانو 7 سنين وكلاوديو 5 سنين. بلشوا حمل الأثقال عن عمر السنتين، ومن وقتها بيخضعوا لتمارين صباحية لمدة 2 ساعة. ونتيجة لنظام والدهم قدر الولدين يفرجوا قوتهم بعد ما تمكن جوليانو من كسر الرقم القياسي بالوقوف بشكل افقي على عمود على شكل علم وممارسة البوش ابس. وبيأمل والدهم انه يتمكن اولاده انه يوصلوا للنجومية من خلال الانترنت فيديوز والمثابرة على العمل. لولا كادي رح بلش معك. عجبك؟ كثير بيير، شي بعقد يعني. مين، البي ولا الولد؟ لا الاولاد كثير مهضومين، ما شفته للبي، ما ركزت عليه. الاولاد كثير مهضومين، واكيد بنهنيه للبي اتليست مبلش مربي اولاده على السبور، يعني وقت الواحد يربى على السبور يكون راسه هيك سبورتيف وهيلثي، يعني حيوفر عليه كثير اشياء منها منيحه، يعني عرفت بحياتهم يعني. هذا جريندايزر عم يربي، مش انه ابنه على السبور شو حلو. هلا إذا منقارن هيدا مع البي الصيني بحلقة الماضي اللي كان عم بيعذب ابنه ومشيه بالتلجات نفس المبدأ، بس على القليلة هيدا بحضارة، هيداك بطريقة وحشية وحشية وبتستدعي إنه الواحد يشمئز منها أو يعترض عليها. هيدا عم بدربهم يكونوا. حدا قال لك ما علقت منيح على الفيديو القديم حتى عم تجرب تعودها الليلة؟ لا ليه، بس إنه بس تشوف هيدا دغري بيجي ببالك إنه أنت هيك عملوا فيك أهلك؟ لا بس حلو، بس بشجعوك على شيء، بتنبسط بس تشوف حدا انت شايفه بطل مثلا. هلا هيك عملوا فيك تصرف هيك؟ ما عملوا شيء فيك، مش هيك على هيك. انا وصل لك حبيبي رولا منصور. لا انا بعرف انه عندي خبره مع الاولاد، بعتقد الكونسيستنسي كثير مهمه والتريننج ضروري عند الاولاد. بس تخيلوا يتمرنوا هالقد بقوه، يعني ما بيسووا كمان عم بتصور يربوا عضل بهالعمر. انا بلاقي انه الاهل لازم يركزوا على سبار واحد. بلبنان شوي بحبوا يجربوا كثير اكتيفيتي للاولاد، اذا بيركزوا على سبار واحد وبيضل في كونسيستنسي بيقدر يوصل اكثر الولد. رومانيا مشهورين بالجيماستيك وكانوا دائما يربحوا ايام يعني قبل التسعين، وقت كان بعده سيستم الاتحاد السوفيتي والساتيليت تبعه كانوا يربحوا كل شيء. برومانيا كثير شاطر، كل شيء كانوا يربحوا جيماستيك. بشو مشهورين كمان جورج برومانيا؟ هاي ساعتها بدك تسال حبيبي. راشد بحصلي، شوف انا ضد الاهل لما بيكونوا هالقد عم يعطوا لاولادهم تمرين عسكري، الولد ببطل ولد. ثانيا ممكن هالولد قد ما جسمه قوي يأذي تلاميذ صفه، يعني ممكن يكون مؤذي، يحط اصبعه بعينه يقلع له اياها او شيء، يعني مهذبين هيدول. لا بس بعتقد مبين من الفيديو راشد عمل هيك بالاخر، كثير ديسيبلين بالتريننج تبعهم، عندهم ديسيبلين. هلا في عندك اهل بيكون بده يعيش حلمه اترافير الولد، بيكون البي كان على باله يكون بطل جيمناستيك وجاي هلا بده من ابن ال4 سنين بلش يربيه. بس عم يزيدها شوي. انت شو في حلم كنت حابب تعيشه بمعقوله تعيشه وفيك؟ ما بعرف يا بيير، ماشي بتركه يعيش مثل ما بده على كيفه اذا اجا. غيدة طويلة، هلا هني كثير مهضومين، بتشوفهم شكلهم كثير مهضوم، بس ما بعرف اذا هني مبسوطين قد ما بين مبسوط فيهم. عم يلعبوا بس كمان مش هينه جوستمون، انه يمكن ما عم يلعبوا ويعملوا اشياء مثل ما بيعملوا غير اولاد، انه كثير عايشين احلى من الدرس، ديسيبلين معين مبين مبسوط اكثر منهم اكيد. انا حسيت انه تريزي بانوي وعم بيضحك، ما حسيتوه انه عم بيضايقهم. لا ما قصدي عم بيعذبهم، بس عم بيضحكوا ولذيذ. انا بقول ما في ولا شامبيون احنا هلا بنعرفه بحياتنا، وهلا يمكن يكون ايدول عنا، كان بالفوتبول بالفورمولا بحيال شيء، ما بلش بهالعمر التمرين. بس اكيد 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 هي مست سمثينج بحياته بطفولته.
احسن واحد يروح كل شيء 100% حرام أكيد. انت كونك شامبيون ليلي بعمر الاربع سنين بشو كنت اشطر شيء؟ ليك انا كنت اقفر الناس من انا وصغير يعني كيف هلا اعطيت رايي فيك قلت انه ما طالع من امرك شيء من اربع سنين لو شفتك كمان كنت طلعت